من منطلق المسؤولية، سير أبناء مديريات جردان وعرماء والطلح ودهر بمحافظة شبوة قافلة المدد الغذائية دعما لجبهات القتال في بيحان. هؤلاء جادوا بدمائهم وضحوا بأوقاتهم وتركوا إخوانهم وأهليهم ودافعوا عن البلاد والعباد في هذه الجبهة، فكانت هذه المساهمة البسيطة الرمزية منا دعما لهم. إخواننا في الجبهة بيننا إلى جانبهم وأننا معهم قلبا وقالبا. تحتوي هذه القافلة على جملة من المواد الغذائية المتنوعة والمبالغ المالية التي وصلت ما يقارب المليون ريالا يمني. وأكد أبناء المديريات بأن هذه القافلة ستتبعها قوافل من المدد والعون، كما أكدوا ببذل كل ما يستطيعون توفيره لإخوانهم المرابطين في جبهات القتال ببيحان وعسيلان. نحن إن شاء الله نكون في عونهم بكل ما نستطيع وكل ما نملك من مال ورجال، وهي لا تسوي شيء بالنسبة لأخواننا المرابطين الذين يعني دافعوا على هذا البلاد ودافعوا على الوطن، أعطوا أرواحهم ولا زالوا يعني يضحون من أجل إعادة الدولة ومن أجل إعادة الكرامة والدفاع عن ديننا. ندعم ونبارك جهود أخواننا وأبطالنا في جبهة بيحان، ونقدم لهم هذه المعونة التي هي من أهل الخير، جزاهم الله خير الذين ما قصروا وساهموا من أموالهم لأخوانهم الذين ضحوا بدمائهم وأنفسهم. بجهود ذاتية من أبناء المديريات الشرقية بشبوة جمعوا ما استطاعوا جمعه من مواد غذائية ومبالغ مالية رمزية وتسييرها لأبطال المقاومة الشعبية الذين يخوضون معارك الشرف والفداء لإعلاء راية الدين ودفاعا عن العرض والوطن. حسن البريكي لقناة سهيل، محافظة شبوة.